المكون السني وصراع الزعامات إلى متى؟ والله يبدو أنه مستمر لأنه لا يوجد زعيم حقيقي. نعم. لأنه لو كان هناك زعيم حقيقي لفضل مصلحة البلد ومصلحة المكون على مصلحة نفسه أو حزبه أو أقاربه. ولكن زعيم عراقي، زعيم وطني يحس بالمسؤولية ويفهم ما هو حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه عندما أوصل إلى هذا المكان. لو كان عندنا شخص يعرف حجم هذه المسؤولية وثقلها عليه لكان تصرف بطريقة أخرى غير التصرف اللي تصرفوا به الإخوان. الإخوان قبل فترة كانوا حبايب ثم انفصلوا ثم رجعوا ثم الآن اختلفوا. هذا الخلاف أمام المعاناة اللي يعاني من عندها البلد ويعاني من عندها أهلكم ما يستحق أنه يصل إلى هذه الدرجة. نعم. أنتم ما بيناتكم دم يا أخوان، ما بيناتكم أكو بيناتكم مصالح، هاي المصالح اتركوها لفترة، شوفوا لكم زلمت الزيان وجيبوه قعدوه على رئاسة البرلمان. نعم. بلا محاصصة، بلا نقاط، بلا أغلبية، بلا أكثرية، بلا كذا. احنا نعرف وانتم تعرفون شلون جت الأغلبية وشلون جت الأكثرية وشلون فاز فلان وشلون ما فاز علان، كلها نعرفها والشعب يعرفها. يعني ما معروف انه بالفلوس صعدت فلان وصعدت فلان، بالمال السحت الحرام صعدت فلان ونزلت فلان، وكلها كلها معروفة عند الناس يعرفوها كل الزين. انا شوف صار لي فترة ساكت، ويعني الحقيقة أريد أكون ربما يعني عنصر يقبل لحل قضية، ولكن وصل الموضوع إلى حده وما راح نقدر نظل إحنا ساكتين. أيه. راح نتكلم يا أخوان، أنتوا اليوم المسؤولية عليكم وطرحتوا شعارات ولا واحد من هذه الشعارات اللي طرحتوها تحقق، لا مغيبين لا نازحين لا مشتثين لا عفو لا مغيبين لا سجناء لا عفو عام، كلها ولا واحد من هذه الأمور تحقق. اللي تحقق مصالح، كافي مصالح لحد الآن، وروحوا فكروا في أن يجي شخص يدير البرلمان للمرحلة القادمة. هو ما بقى من أي شيء، أنتم تضيعوها يوم بعد يوم، تضيع عليكم، ومو صحيح هذا الحكي، مو صحيح يبقى منصب رئيس البرلمان شاغر بهذه الطريقة. نعم. صار 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 قريب 6 أشهر وأنتم بهذا الحال، وراح تستمر إذا بقيتوا هيش. أنا واضح لي إذا بقوا بهذا الموضوع باقي الموضوع، والآخرين متمددين على الموضوع ما ملحوحين على الموضوع يعني.